بويا عمر الحلقة 16. حقق فيلم بويا عمر الحلقة 16 نجاحاً مهماً أثناء عرضه بأمريكا وكندا ومشاركته في العديد من المهرجانات المتخصصة في أفلام الرعب من إنتاج إيماجين فاكتوري وماجيك فين وإخراج جيروم كوهين وليفر. ينتمي الشريط إلى سينما أفلام الرعب وتدور أحداثه حول امرأة أمريكية تصاب أثناء زيارتها للمغرب بنوبة صرع حادة تجعلها تصرف تصرفات غريبة ومخيفة، ليعتقد المحيطون بها أنها أصيبت بمس وأن جنيانخا يسكنها، ما ينقل أحدث الفيلم إلى عوالم خرافية وغيبية مرعبة يستقيها المخرج من انتمائه الحضاري للثقافة المغربية اليهودية الضاربة في القدم. مع توالي أحداث الفيلم المبنية على مؤثرات صوتية ورئية مشاهد الرعب، نكتشف أن نوبات الصرع التي تعاني منها البطلة ناتجة عن مشاكل نفسية حادة. صورت أحداث الفيلم في مدينة الدار البيضاء بمشاركة ممثلين مغاربة وأجانب، من بينهم عواطف عماني وآمل عيوش وعبد اللطيف شوقي والراقصة نور من المغرب وريبيكا رامون وإينر كوفت وروزين يونغ من أمريكا. ويعد المخرج جيروم كوهن أول مخرج فتح باب تعامل للسينما المغربية مع تيمة الرعب من خلال فيلمه الأول قنديشة سنة 2008، الذي يمتح من التراث الشفوي والمتن الحكائي المحلي والأسطورة المغربية من زاوية جديدة، فضلا عن أنه من المخرجين الذين يحرصون دائما على تصوير أفلامهم بالمغرب وعرضها بأمريكا وأوروبا، كما أنه دائم الحرص على إبراز الخصوصية المغربية وإشراك ممثلين عالميين في أفلامه مع ممثلين مغاربة، حيث شارك في فيلمه الأول قنديشة الممثل العالمي والراحل دافيد كارادين، والممثلة الفرنسية من أصل إيراني أميرة كزر، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثلين المغاربة سعيد تغماوي ومحمد سولي وأمل عيوش والراحل حسن سقم.